يا أخي ليلة القدر الصحيح أنها تتنقل، وهذا الذي قاله كثير من أهل العلم، ليست جزما في 27، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنها كانت في ليلة 21 مرة، ومرة كانت في 23 وقد ثبت ذلك في السنة، ومرة قال هي 27 بعد أن تواطأت رؤى الصحابة. مش معنى 21 25 27 21 معناها أنها تتنقل، معناها أن الله له حكمة في إخفائها. فلا تنشغل في الرؤى والمنامات، انشغل بقيام ليلة القدر، ويقينا ليلة القدر هي في العشر الأواخر، ومن قام العشر كلها أدركها. فلا تنتقي من الأيام فتكون عبدا، عبدا قليل الحياء من الله تعامله على أنك تقايضه، بل كن عبدا لله وانكسر وتفرغ واجثو بين يديه وقل يا رب إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الله يعفو عنكم يا رب العالمين.